السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أحمد نجم في نظرة يومية للأسواق. اليوم الموافق 12 مارس 2019، اليوم الهام جدا. تصويت البرلمان البريطاني على خطة تريزا ماي خلال اليوم، هنناقش مع بعض أهم الأحداث اللي موجودة على الجنيه الاسترليني خلال تحليل اليوم إن شاء الله. نبتدي بالبداية بمؤشر الدولار إندكس كالعادة، واللي تداول بشكل سلبي للغاية بعد وصوله لمستويات 97.70. اتكلمنا على المستويات دي بالتحديد خلال الفيديو خلال الأسبوع السابق، نهاية فيديو الأسبوع السابق، اتكلمنا إن المستويات دي هتمثل عامل تهديد كبير لمواصلة الدولار إندكس لمستويات صعوده خلال الفترة القادمة. ساعد في ذلك طبعا بيانات سلبية جدا لمؤشر نون فارم بيرولز، بالرغم من بيانات معدل البطالة اللي ساعدت في يعني الحفاظ على الدولار اندكس من الانهيار، ولكن 20,000 وظيفة يضيفها القطاع يعني مستوى هزيل جدا بالنسبة للبيانات السابقة طبعا بالنسبة لمؤشر نون فارم. أثر على ذلك طبعا إغلاق الحكومة الشت داون اللي حصل خلال الفترة السابقة، طبعا أثر بطبيعة الحال بشكل كبير جدا على تداولات الدولار إندكس. حاليا بنتداول عند مستوى 97 نقطة، طبعا مستوى 97 مستوى مهم جدا وكسره هيؤدي بينا للوصول لمستوى 96.15، المستوى المحوري التالي. يمكن خلال الفترة القادمة ممكن نشوف نوع تاني من أنواع الكسر أو اختبار لمستوى 97، ووقتها هنبتدي يعني ننتظر نوع من أنواع الانعكاس من عند مستويات 97.70. طبعا يمكن حاليا المؤشرات أو المستويات المستهدفة للتصحيح هتكون المستويات ما بين مستوى 23 وبين مستوى 61، دي أهم مستويات التصحيح عموما خلال الفترة القادمة، ده إذا كنا يعني بننظر لتلك ذلك الهبوط بشكل تصحيح وليس هو بداية موجة هبوط جديدة خلال الفترة القادمة. ننتقل سريعا على مؤشر اليورو مقابل الدولار، واللي بيتداول بشكل ايجابي جدا وطبعا بيساعده على ذلك الصعود بشكل كبير هي التداولات السلبيه اللي بيشهدها مؤشر الدولار. طبعا ابتدينا نرتد من مستويات قرب الواحد 12، مستويات القرب الواحد 12 مستويات مهمه جدا ودعمت طبعا صعود اليورو بشكل كبير جدا بالرغم من وجود الكسر لمستوى الدعم ده، ولكن المنطقه الاقرب كانت قريبه جدا، فبالتالي السوق ارتد منها وتبقى نوع من انواع السبايك لوهم البائعين بدخول لمستويات جديده في النزول. طبعا اشرنا اكتر من مره الى ان مستويات ال 1.12 مستويات متدنيه لليورو مقابل الدولار ويفضل عليها الشراء وليس البيع. طبعا في حال التصحيح عند تلك المناطق وعدم القدرة على اختراقها واختراق منطقة 1.13، هنا هيكون في وضع خطر بالنسبة لدولات اليورو في انها تواصل المزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة. يمكن حديث جيروم باول على ان سعر الفايدة وصل لمستوى حيادي، ومستوى حيادي يعني السعر الحالي لا يؤثر ولا يعيق، يعني لا يفيد ولا يعيق بالنسبة للاقتصاد وما يأخروش بشكل كبير جدا، طبعا حسب تصريحات جيروم باول خلال يوم الأحد. طبعا كل دوت ادى طبعا بالسلب او تاثيرات سلبيه على مؤشر الدولار. يمكن مش هنشوف ارتفاع لسعر الفايده ممكن خلال عام 2019 بشكل كبير جدا، اصبحت طبعا التصريحات الاخيره يعني نتيجه شبه مؤكده، ولكن يعني اذا دوت لم يدفع مؤشر اليورو مقابل الدولار لمزيد من الارتفاع هيكون طبعا نوع من انواع الخطر على تداولات اليورو. نقدر نشوف كسر 1.12 ونقدر كمان نشوف تداولات سلبيه ادنى من ذلك. طبعا بنرجع لوجهه النظر اللي كانت محللين بيتحدثوا على مناطق الباريتي بالنسبه لليورو مقابل الدولار هتكون مناطق خطره جدا طبعا في حال ان هو قدر يكسر 1.12، وبنشوف ضغط بيعي بشكل كبير جدا اسفل المستويات دي. طبعا حاليا ما بنصحش فرص البيع بشكل كبير جدا، ما زالت الفرص الافضل هي فرص الشراء بالرغم من التداول الضعيف جدا اللي بنشهده على مؤشر اليورو مقابل الدولار. ننتقل سريعا على يعني تداولات اخرى ومؤشر اخر. ننتقل على مؤشر الدولار مقابل الين، واللي بيتداول عند مؤشر او مستوى 111.40، مستوى مهم جدا خصوصا ان احنا اشرنا قبل كده في الفيديوهات السابقه على ان المناطق الحاليه هي ليست مناطق شراء بالرغم من يعني ذروه مؤشر الدولار وقوته وعنفه خلال المناطق الحاليه، ولكن الوضع بالنسبه لمؤشر الدولار كان واصل برضو الى ذروته في ذروه الشراء قرب مناطق ال 112.50 واتكلمنا عنها قبل كده في الفيديوهات السابقه. طبعا كان يعني لما نرجع ننتقل لفريم زمني اصغر وسكيل اصغر بنقدر ان احنا
يعني نتضح لينا المرحلة دي اللي كان فيها كسر للشانل الصاعدة، واللي انتظرنا تأكيد للكسر بكسر المستوى اللي قدام حضراتكم بالشكل التالي. كان عندنا فرصتين، الفرصة الأولى كسر للمستوى السفلي وبداية هبوط، وكان الهدف ال 111 20 أو كسر للمستوى ده، طبعا هيبقى عندنا مستوى المقاومة اللي ذكرناه منذ دقائق. ده بالنسبة للدولار ين، حاليا المستويات غير واضحة تماما، إما عندنا كسر لمستوى القناة اللي صاعدة قدام حضراتكم، وبالتالي هنقدر إن احنا نشوف مستوى ال 110 15 مرة أخرى، يمكن ده مستوى قريب خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا شفنا مزيد من الضغط البيعي على مؤشر الدولار هيدفع الدولار بشكل كبير جدا لمواصلة الهبوط خلال الفترة القادمة. يمكن الين ليس في أفضل الأحوال، وليس طبعا يمكن البنك المركزي محتمل ان نتدخل مرة اخرى، ولكن ما زلنا في مستويات محفزة للبيع خصوصا في كسر مستوى القناة الصاعدة الموجودة قدام حضراتكم. ننتقل سريعا لتداولات المعدن الاصفر الذهب، واللي بيتداول عند مستوى ال 1295 وبيختبر مستوى ال 1300، المستوى الهام جدا اللي بيحافظ على يعني تداولات سلبية طبعا في حال عدم كسره. في حال طبعا كسره هنقدر نشوف مستوى ال 1303 ثم صعود بشكل عنيف جدا نقدر نوصل بيه مستوى ال 1320. طبعا يمكن الصعود دوت هيكون نتيجة طبعا لهبوط او زي ما بنتوقع استمرار تداولات الدولار الامريكي بشكل سلبي خلال الفترة القادمة، ولكن بضغط بيعي كبير. التداولات الحالية اذا شفنا طبعا وصول لمستويات ال 1280 هنقدر طبعا احنا نكسرها ونقدر نوصل بيها لمستويات ال 1266، المستوى الاخطر التالي بعد كسر طبعا المستوى ال 1280. ننتقل سريعا للجنيه الاسترليني، واللي طبعا يمكن اليوم هيشهد تصويت البرلمان على خطة تريزا ماي، واللي طبعا يمكن دعا رئيس حزب العمال اليوم للتصويت ضد هذه الخطة، ولكن شهدنا خلال صباح اليوم يعني حديث او اجتماع ما بين تريزا ماي والمفوض الاوروبي، واللي اعلنوا فيه عن الضمانات القانونية اللي كان البرلمان بيطلبها بشكل كبير جدا، ولكن بالرغم من ذلك طبعا شفنا رئيس حزب العمال بيدعو للتصويت بالرفض خلال تصويت اليوم. طبعا يمكن بشكل كبير جدا تداولات الجنيه الاسترليني الايجابية أضفت نوع من الدعم الإيجابي والتفاؤل للأسواق إن هيتم القبول خلال اليوم على الخطة، وبالتالي هنقدر نشوف بري اكزيت سلس وسهل، ولكن يعني يمكن مازال الخطر متواجد بشكل كبير جدا خصوصا في حال رفض البرلمان اليوم الاتفاقية أو خطة تريزا ماي في الخروج. هيكون الموضوع صعب جدا بشكل كبير، خصوصا ان المفوض الاوروبي تحدث على ان ذلك هو اخر تفاوض او اخر ضمانات ممكن يتنازل او يقدمها الاتحاد الاوروبي للمملكه المتحده، وابدى طبعا تفهمه لوضع البرلمان، ولكن طبعا في حال الرفض هيكون الوضع خطر جدا، ويعني لن نشهد مزيد من التنازلات او الاحاديث الايجابيه من الاتحاد الاوروبي، خصوصا ان قبل اليوم كان الاتحاد الاوروبي يعني متعنت جدا في موقفه خلال يعني في مزيد من المفاوضات. طبعا الجنيه الاسترليني في حال كسر مستوى 1.33 هنشهد صعود بشكل عنيف جدا لمستوى 41، خصوصا ان احنا عندنا اليوم بيانات الناتج المحلي الاجمالي والمحتمل انها تشهد نتائج ايجابيه، طبعا يدعمها في ذلك هو طبعا بشكل اساسي تصويت البرلمان خلال اليوم. الجنيه الاسترليني التداولات عليه هتكون خطره بشكل كبير جدا، يمكن هنا بيوضح كسر منطقه القناه، ولكن طبعا يمكن الشراء من المناطق الحاليه دون معرفه الاخبار او السيناريو اللي حصل خلال اليوم هيكون وضع خطر جدا، فبالتالي هي فرصه ممتازه بالناحيه التقنيه، ولكن لن نقدر ان احنا كنا نستفيد منها خلال الفترات السابقه. ننتقل سريعا على النفط وتداولات النفط اللي بتدور عند مستوى 57، اشرت اكتر من مره ان احنا هنشوف تداولات عرضيه في المناطق دي، مناطق ال 58 ومناطق ال 55، دي مناطق هنشوف فيها خلال الفتره القادمه تذبذب الى ان يشهد او نشهد جديد بالنسبه لتداولات النفط خلال الفتره القادمه، ومزيد من معدلات الانتاج، انخفاض في معدلات الانتاج اللي هتقدر طبعا تكسر بين مستويات ال 58 خلال الفترة القادمة. طبعا برضو موضوع فنزويلا وعقوبات ايران طبعا بيأثروا بشكل كبير جدا على الحفاظ اصلا على اسعار ال 58 او القرب من ال 58، طبعا في زي يعني في حال طبعا استمرار الوضع معاها ليها نشهد طبعا استقرار بعض الشيء عند المستويات الحالية
في حال أي جديد هنشهد كسر مستوى 58 واللي أصبح المستوى الأقوى حاليا في تداولات أو سيناريو تداولات النفط خلال الأيام القادمة. مش حابب أطلع عليكم أكتر من كده، بتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. تداولات منازل الجامعة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.